اهلا بكم في فيديو جديد على قناه رضا حاتم. برضه هنفضل نعيد ونزيد في نفس الكلام. مش اي حد يقول لك على فكره مشروع تاخد ذهب مراتك وتروح تبيعه او تجيب الجمعيه اللي انت داخل فيها وتفتح المشروع او تجيب تحويشه عمرك اللي بقالك 5 سنين بتحوشها وتبدا تشتغل في المشروع. لازم الاول تفهم وتسال نفسك انت خبرتك ايه في المشروع، حضرتك عملت دراسه جدوى للمشروع ده ولا لا. لازم تفهم كل حاجه، انا وظيفتي ايه ومهمتي ايه في القناه. وظيفتي اللي انا بعرض عليك فكرة مشروع وبجيب لك المعلومات اللي انا قدرت اجمعها عن المشروع. الفكرة اللي انا بقولها عجبتك بتاخدها وبتعمل لها دراسة جدوى تفصيلية وبتتأكد من كل حاجة. ما تاخدش الكلام مني وتسكت او تبدأ تنفذ، لا، لازم يبقى لك دور اللي انت تبحث وتعرف اكتر عن المشروع وتعرف حضرتك هتقدر تشتغل في المشروع وتكسب منه وهتنجح فيه ولا لا. فيديو النهاردة عن فكرة مشروع للشباب برأس مال بسيط، ولكن لازم تفهم وتسمع الفيديو للآخر عشان تعرف كل شيء عن مشروع النهاردة ان شاء الله. قبل ما نقول فكره مشروع النهارده عايز منك طلبين زي ما احنا متعودين. اول حاجه تعمل لايك للفيديو، تاني حاجه تعمل شير للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. مشروع النهارده هو ايه؟ هو مشروع تغيير زيوت السيارات. ومشروع تغيير زيوت السيارات من المشاريع السهله جدا واللي اي شاب يقدر يشتغل في المشروع ده. وتقدر تغير زيوت السيارات زي سيارات الملاكي والميكروباص والاجره، وكمان تغيير زيوت التروسيكل والتكاتك. كذلك يمكنك بيع الكثير من المنتجات في المحل الخاص بيه زي زيوت الفرامل والشحوم وفلاتر الزيوت، وعندك مياه البطاريات وكمان مواد التنظيف الخاصه بالسيارات. مشروع تغيير زيوت السيارات من المشاريع السهله جدا والكويسه جدا ما شاء الله. فكره المشروع تنقسم الى قسمين، قسم خاص بتغيير زيوت السيارات وقسم خاص ببيع المنتجات. القسم الخاص بتغيير زيوت السيارات بيكون عباره عن جهاز، الجهاز ده اسمه شفط وسحب الزيوت من السياره. الجهاز ده كل اللي عليك اللي انت بتحطه بيشفط الزيت المستعمل من السياره اللي بتجيلك، بعد كده بتفضي زيت جديد، تمام، بكل سهوله. دي اول طريقه. تاني طريقه اللي انت بتبيع المنتجات في المحل زي ما انا قلت لك، زي الزيوت والشحوم وكمان مياه البطاريات ومواد التنظيف الخاصه بالسيارات. بعد كده تجهيزات المشروع. واول حاجه في تجهيزات المشروع قبل ما تبدا تشتغل في اي حاجه نهائي لازم تتدرب وتتعلم لمده لا تقل عن شهرين في اي ورشه لتغيير الزيوت لكسب الكثير من الخبرة في مجال تغيير زيوت السيارات. يبقى اول حاجة لازم تتدرب وتتعلم، وخدها مني نصيحة، ما تشتغلش في المشروع لو حضرتك مش فاهم فيه. لازم تتدرب وتتعلم في اي ورشة لمدة لا تقل عن شهرين. تاني حاجة المحل اللي هتبدأ تشتغل فيه. وخلي بالك لازم يكون موقع المحل موقع متميز جدا، لان موقع المحل هو العامل الرئيسي لنجاح او فشل المشروع. المحل اللي هتبدأ تشتغل فيه لازم يكون موقعه بجوار جراش او بجوار مكان لصيانة السيارات او على الطريق، تمام. دي حاجة مهمة جدا. والمحل اللي احنا هنحتاجه ان شاء الله بمساحة لا تقل عن 20 متر. بعد كده التراخيص عشان ما تتعرضش لاي مساءلة قانونية. التراخيص زي السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتسجيل المحل في الغرفة التجارية عشان تبدأ تشتغل ان شاء الله. بعد كده المنتجات اللي هتبدأ تشتغل فيها، وزي ما انا قلت لك المنتجات دي في منها الزيوت وفي منها الشحوم وفي منتجات تانية كتير. بالنسبة للزيوت اللي هتبدأ تشتغل فيها، خدها مني نصيحة، في انواع كتير جدا من الزيوت منتشرة في السوق، ولكن افضل 4 انواع انصحك اللي انت تتعامل معاهم اللي هو نوع موبيل وشيل وكاسترول وتوتال. دول ال4 انواع اللي انا انصحك تشتغل فيهم. طب بالنسبة لاماكن بيع الزيوت، التوكيلات اللي انت هتجيب منها الزيوت دي، طبعا انا سايب لك عناوين التوكيلات اللي موجودة اللي بتبيع زيوت السيارات، تمام، بتروح للتوكيل وبتشتري منه الزيوت. بعد كده جهاز سحب وشفط الزيوت، الجهاز اللي انت هتستخدمه في تغيير زيوت للسيارات. الجهاز ده بيبقى سعره كام؟ سعره 3500 جنيه. بالنسبة لاماكن بيع الزيوت واماكن بيع جهاز شفط الزيوت هسيب لك الاماكن في لينك المدونة اسفل الفيديو. هتنزل على لينك المدونة هتلاقيه في اول تعليق وهتلاقيه في وصف الفيديو. ادخل على لينك المدونة هتلاقي اماكن بيع الزيوت او التوكيلات اللي بتبيع الزيوت، وكمان هتلاقي المكان اللي بتشتري منه جهاز شفط الزيوت، تمام. وجهاز شفط الزيوت بيبقى سعره 3500 جنيه. بعد كده رأس المال المطلوب عشان ابدا اشتغل في المشروع ده، زي ما انا قلت لك ان المشروع برأس مال صغير. رأس مال المطلوب للبضاعة بس بعيد عن المحل وتجهيزات المحل، رأس المال المطلوب للبضاعة بيبدأ من 25,000 جنيه، تمام؟ ده عشان تقدر تجيب كل الكماليات وكل الأنواع اللي أنا قلت لك عليها. بعد كده العمالة المطلوبة، حضرتك بتحتاج عامل واحد. لو حضرتك هتتدرب وتتعلم
ازاي تشتغل في مشروع في المشروع، وازاي تغير الزيوت. ممكن حضرتك اللي تشتغل، لو حضرتك مش هتشتغل ومش هتتدرب ومش هتتعلم بتجيب واحد يشتغل في المحل. بس انا انصحك ان حضرتك تتدرب وتتعلم ازاي تغير زيوت السيارات عشان العامل او الراجل اللي شغال معاك مشي في يوم من الايام، يبقى حضرتك عندك خلفيه وخبره بالمجال ان شاء الله. من ضمن مميزات المشروع ربح من الزيوت المستعمله. حضرتك لما بتيجي تغير زيوت للسيارات الزبائن بتسيب عندك الزيوت المستعمله، حضرتك بتاخد الزيوت المستعمله دي بتبدا تجمعها وتخزنها في براميل او خزانات، وفي شركات مخصصه بتشتري منك الزيوت دي بالنسبه للزيوت المستعمله، ودي ربح اضافي للمشروع. بعد كده تسويق المشروع، اقدر اسوق للمشروع ده ازاي او اعمل له تسويق كويس ازاي؟ لازم افكرك اول حاجه ان حضرتك تختار الموقع المناسب، لانك لو اخترت الموقع المناسب مش هتحتاج ان انت تعمل تسويق للمشروع بتاعك نهائي. تاني حاجه بتعمل دعايه في المواقف والمناطق اللي موجود فيها السيارات. تالت حاجة توزيع الاعلانات الورقية في المنطقة اللي انت فيها والمناطق اللي حواليك. اخر حاجة الاعلان على الفيسبوك. ازاي اعلن على الفيسبوك؟ بتعمل اعلانات على الجروبات الخاصة بالمنطقة، يعني كل منطقة بيبقى ليها جروب معين كده، حضرتك بتعمل اعلان في المنطقة اللي انت فيها بس على الفيسبوك. النصيحة اللي بقولها في كل فيديو، اسأل وابحث قبل ما تشتغل، اسأل الناس، اسأل التجار، ابحث على جوجل، ابحث على اليوتيوب قبل ما تبدأ تشتغل في اي حاجة نهائي. في الاول والاخر انا بقولك فكرة مشروع، بجيب لك المعلومات اللي قدرت اجمعها عن المشروع، والله الفكرة عجبتك بتاخدها وبتعمل لها دراسة جدوى تفصيلية. اشوفكم في فيديو تاني على قناة رضا حاتم، الى اللقاء.